أيابان هو الاسم الحقيقي للراحلة شريديفي. أما نيا شارما بطلة مسلسل حب خادع فاسمها الحقيقي هو نيها شارما. أميتاب باتشان اسمه الحقيقي انقلاب شريفاستافا. أما نجم المسلسلات كارنفير بوهرا اسمه الحقيقي هو مانوش بوهرا. النجم أيوشمان كورانا اسمه الحقيقي نيشانت كورانا. كارتيك آريان اسمه الحقيقي هو كارتيك تيفاري. بطل مسلسل قدري أنت راكيش بوبت اسمه الحقيقي راكيش فاشيست. أما تابسي بانو فاسمها الأصلي هو تاباسي بانو، لكنها لما دخلت ميدان الفن اختصرته حتى يكون سهل في النطق. الممثل أرشاد فارسي اسمه الحقيقي أرشاد علي خان. وبالمناسبة لا تنسوا مشاهدة فيلم أرشاد كريزي فور يوم الخميس 26 مايو على الساعة 4:30 بتوقيت السعودية. أما رنفير سينغ فاسمه الكامل هو رنفير سينغ بهافناني. وبالمناسبة هالأسبوع راح يتم عرض فيلم رنفير سينغ بادمافات يوم الخميس 26 مايو على الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية. النجم ريتيك روشن اسمه الكامل هو ريتيك روشن نجرات.